صباحك يا دولار اللي عم الوقفة هي رد على ما قامت به دولة الاحتلال من استضافة المتسابقات في ملكة جمال الكون في قرية رهط البدوية وإلباسهم التراث الفلسطيني على أنه تراث لدولة الاحتلال تحت شعار فيزت إسرائيل. طبعا هي جزء من عملية ممنهجة لدولة الاحتلال لسرقة تراثنا وسرقة كل الهوية الفلسطينية. هي فعليا عملية انتحال من دولة لا تملك تاريخ، بتحاول أنها تسرق تاريخ شعب كامل وتحاول إنها تنكر حقه في تراثه وثقافته.